الرحمن الرحيم من لزوم السياسة كما يقول أهل السياسة أن تكون برغماتي في تحركك السياسي، أي أن تنحاز مع المصلحة الظاهرة أينما ذهبت. وربما يكون هذا الكلام صحيحا لكن ليس على إطلاقه، يعني أن يبقى هذا النهج أو الخط بدون سقف وبدون خطوط حمراء يحذر السياسي أن يتجاوزها، فهذا سيحول الطريق إلى كارثة وليس برغماتية. فلا بد للإنسان من خطوط حمراء في أي موضوع، وخاصة إذا كانت المصلحة ترتبط بمبادئ وقيم وبناء وطن وسيادته. في وطننا الحبيب في ليبيا الغالية، في ثورتنا ثورة التكبير، ثورة العزة والأنفة والطموح العالي النظيف، لا يجدر بنا أن نتجاوز ثورتنا ولا أن نتجاوز شعبنا. ليست لنا مصلحة في جهة أيا كانت لا تجعل ثورتنا واقعا عمليا ولا تجعل لشعبنا قدرا وهيبة. فالخطوط الحمراء في نضالنا وكفاحنا يجب أن تكون حاضرة وواضحة. من أبجديات السياسة كما يقال أن تكون لك أوراق ضغط تدفع بها الضغط عنك، تدفع بها الضغط عنك. طريق النضال والكفاح طويل ومليء بالعقبات والضغوطات، فلا بد لك من ظهر وداعم، ولا يكفي رفع شعار المصلحة فقط، بل رفع جناحي المصلحة وهما الشعب والثورة. فإذا ما تمسكنا بثورتنا وتشاورنا مع شعبنا بعد توكلنا على الله، فأبشروا بالمصلحة الحقيقية والنصر القريب بإذن الله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلنا في الشرق وأهلنا في الغرب وأهلنا في الجنوب. نرحب بكم في برنامجكم إشراقة وطن، نقول لكم أهلا وسهلا وعلى بركة الله. نبدأ الحلقة وحلقتنا كالمعتاد نبدوها بالرسائل، وعندنا رسالة بس نبيكم تركزوا معايا شوية، رسالة لها أبعاد شوية. الأيام هذينا ترامب رئيس أمريكا جاب ديل لقضايا من قبل وكذا، واتصالاته مع دولة أجنبية يعني حوسين لها شوية ومشكين في نزاهة الانتخابات وكيف تواصل الرجل وكذا، وقاعد الأمور تحبك على أساس يحاكم برلمانيا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة ثم عزله. يعني رئيس أمريكا رئيس أكبر دولة قاعد يحاكم ويناقش في كل صغيرة وكبيرة ويتهم بعدة اتهامات، هذه واحدة. الأمر الآخر في نفس الوقت نتنياهو، المجرمين هذين اللي قاعدين في فلسطين ومحتلين فلسطين اليهود، أيضا حتى هو قاعدين اليوم هذا بالذات قدموه، يعني قدموا الطعن أو الحكم، أو يعني يبي يتم استدعاءه، وحددوا حتى التهمة متاعه للدعاء العام، مدعي العام متاع المحكمة حدد له حتى نوعية التهم، من هنا الرشوة ومن هنا الفساد ومن كذا ومن كذا. الشاهد في الكلام والرسالة وش نتبي منها أنت يا سعد الرسالة هذه، نبي منها أن الغرب أو الكفار أو اليهود حقيقة في هذه الطريق سبقونا بمسافات. هذا الكلام عندنا نحن، ما عندناش حد كبير مفروض على القانون. من حيث بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش حد كبير على القانون وعلى حقوق الناس، والفساد لابد يحارب. لكن للأسف
حكامنا والمسؤولين عندنا وكذا انحرفوا تدريجيا، انحرفوا إلى أن وصلنا لهذه الحالة. الآن اليهود يحاكموا في رئيسهم ويسألوا فيه ويتهموا فيه، وكذلك أمريكا. راهي رسالة تبي فهم جيد. الأمر الآخر اللي نقوله في الرسالة هذه في حد ذاتها، قاعدين يبحثوا وقاعدين يشوفوا في الوضع في فلسطين، وكيف حماس تدق فيهم بالصواريخ، وكيف يعني المجاهدين في فلسطين كيف يحاربوا فيهم وكيف يقتلوا كذا. ما فيش حد منهم، افطنوا يا اهلنا، ما فيش حد منهم لما تكلموا على نتنياهو واتهموه بالفساد ويبي يقدموه للمحاكمة وربما ينتهي سياسيا، ما فيش حد منهم قال تو هذا وقته يا جماعة، تو تبدلونا فتنة انتم، ترى خلينا نفتكوا من حماس قبل ونفتكوا من هالقوم الفلسطينيين وبعدها سهل. لا لا، ما فيش كلام هذا، ما فيش. الفساد فساد، والخلل خلل، والغلط غلط. اصلا هم ما تقدموش علينا واصبح لهم دول الا انهم مشوا بهذا النهج. كذلك امريكا، شفتوا وين خشة في سوريا، في ايران، في العالم، في افغانستان، في العراق، في ما فيش تركينا وما خشة فيها، ومشاكلها كثيرة وديونها اكثر واكثر، ومع ذلك ما بحتوش في هذا الامر. تعال هنا يا سي الرئيس، انت احنا حاطينك باش تقعد معنا صادق، حاطينك باش تقضي لنا مصالحنا، لكن حطوك تعدي تتصل لنا بدول ولا كذا ولا لا يفتح لك ربي. لا ما عندناش نحن نفوضوك دير اللي تبي تراها، اللي تراها انت ديرها، ما نحكموكش ولا لا، ما يفتح لك ربي، يفتح لك ربي. تطلع في التلفزيون وتقول والله انا مع مصلحه مصر لو كانت جد ضد ليبيا، انا مع مصلحه مصر لو كان ضد ليبيا. ما فيش الكلام هذا، تجاوزوه الناس الكمة، تجاوزوه بعشرات السنين بل مئات السنين. عاش فيه كلام هذا؟ في رئيس موظف نعطوك فلوس في نهاية الشهر، تخطأ تقول هكي تقول هكي، نهارك هو، نحاكموك ونحطوك في السجن ونعزلوك سياسيا ونديروا فيك اللي نبوه. جناك انت في الأصل موظف. فأنا الرسالة هذه حبيت اني نبدأ بيها. شوف وضع فيش حد، اللي يغلط يغلط، لا في مش وقته، لا فتنة، لا نحن قاعدين في حالة حرب، لا كذا. ما ظنش عاد في حالة حرب أكثر من اللي قاعدين فيها اليهود توا، لهم عشرات السنين هم قاعدين في وسط النار، في وسط ومع ذلك يخطأ الرئيس. لا، والتهم بتاعتها شنو؟ شوف بالله الفلسفة، التهم بتاعت نتنياهو واحدة منهم، رغم أن هم أهل الفساد وأهل الخمرة وأهل العفن، ومع ذلك وحدة من التهم إنه واخذ كيف الرشوة، واخذ خمرة نوع فاخر هكي شوية يسموه فيها شمباني ولا حاجة، وسيجار سجاير فاخرة تسوى قال لك آلاف الفلوس، آلاف الدولارات، فيحاكموا فيه عليه هذا يجينا خذان كيف الرشوة أو هدية. شوف اليهود يوصلوا لهذه المرحلة، ونحن مسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم نوصلوا لهذه الحالة؟ نوصلوا إن نفوضوا واحد مجرم علينا يقمعس في وسط التلفزيون وفي وسط الشاشة ويقول أنا مع مصلحة مصر ولو كانت ضد ليبيا؟ وما زلنا نقولوا المشير المشير انعار راسك وراسه يطير. هذه رسالتي الأولى، أرجو أن تكون واضحة. الرسالة الثانية وهي مباشرة نخش فيها دغري، البلديات المنتخبة وخاصة في الجهة الغربية، وين هذيما؟ شنو وظيفتهم أصلا؟ شنو البلدية؟ شنو وظيفة البلدية؟ أظن يعني حسب ما تربينا وعرفنا من زمان أن البلدية شغل الخدمات بتاع الناس. حتى يعني أكرمكم الله اللي يقولوا يعني جت في بالنا زمان في البلدية معناها شغل الكناسة وشغل كذا وشغل، يعني شغل خدمات، يعني خدمة الناس.
وين هزيمة؟ وين الناس وقاعدة كنايس ملية الشوارع ومرقدين في العسل ومش معدلين بالكل؟ لكن نتفاجأ البلدية يكلموه لسويسرا يعدي يجتمع غادي، يكلموه في اجتماع مع حفتر في دبي ولا أبو ظبي لا يعدي. كيف لو هذه البلديات دخلت في الدين وحضرت جلسة دينية ولا كذا قالوا أيوة، تو ايش دخل البلديات في الدين؟ ما ايش دخل البلديات في السياسة؟ ما نقدروش نقولوها حتى هذه اللي هي أساسا. عمرك سمعت عمدة بلدية باريس ولا عمدة لندن الباكستاني المسلم؟ عمرك سمعت خش في مفاوضات ولا نقاشات سياسية ولا الحدود ولا لا لا ما فيش كلام. أنت جايبينك تخدم الناس. البلديات اللي عندنا مش شور الموضوع هذا بالكل، مش نكون واضحين، مش شور الموضوع هذا بالكل، وينفخوا فيهم توا وكأنهم يبوا بيهم دور، والدور هذا يبوه لهم سياسي، وحجتهم والله هذا الجسم الوحيد اللي هو منتخب، هذا هو الجسم الوحيد اللي شرعي. لا يا بابا، نحن انتخبناه من أجل مصالح الناس، الخدمات، البلدية. لكن إني يقعد راقد ويقعد يرجع في تليفون يمشي يناقش في المغرب ولا يناقش في سويسرا ولا في باريس ولا في أبو ظبي ولا مصر ولا كذا باش يناقش أمور سياسية، لا هذا خلل كبير. وأنا هنا بالمناسبة ما دام نحكوا على البلديات أو حكينا على البلديات، يجب أن كل واحد يعطى حقه. عميد البلدية بلدية تجورة حسين عطية، باش مهندس حسين عطية، كويس، اعطوني صورته هاي. حسين عطيه مع الحامدي نتاع عميد بلديه بوسليم، والاخر حتى هو اعطوه لنا باش نحكوا عليه. اعطوني صورته الاخر عميد بلديه زليتن. اول مره هؤلاء الرجال احييهم تحيه اكبار واجلال، تحيه حقيقه تدل على الرجوله، تدل على علو الهمه، تدل على الفهم، بمقدرات بسيطه جدا، بمحاربة في الأصل، أنهم يحيدوا على الطريق اللي اختاروها الناس لهم. لو نعدي نشوف تجورة، تشوف الطرق، شوارع القطران، بما عطاها الله سبحانه وتعالى من إمكانيات الأستاذ حسين عطية، عاد نشوف دير لمسة في البلدية بتاعها، وهذه هي اللي اختاروا عليها الناس، دير جزور، دير شوارع، دير كذا، يعني دير لمسة معطي الناس نوع من الأمل، معطي الناس شن معنى الثورة، شن معنى التغيير. كذلك الحامدي الله يجزيه كل خير، عدوا شوفوه في بلدية بوسليم شن داير. هذا هو الوضع الطبيعي، هذا الوضع الطبيعي لعميد البلدية. عدوا شوف الخدمات، المستشفيات، الصيانة، الطرق، بقدر ما عنده من إمكانيات يحاول يوظف. أيضا عميد بلدية زليتن حقيقة، وهو يعني ممكن حاجة بسيطة دارها، لكن راهي كبيرة عندنا نحن، نحن قعدنا كيف الأيتام، أي حاجة تفرحنا، أي حاجة نشعر أنه فعلا فيه آدمية وفي ناس تتعامل معانا. الجزيرة اللي دايرها في سوق الثلاثة بصراحة حاجة جميلة جدا، والله الناس من فرحتها قريب تصور جنبها وتصور كذا وتقول هذا في ليبيا. ليش البلديات الأخرات ما يخذنش هذا النموذج، هؤلاء الرجال قدوة قدامهم، وتقعد البلدية تأدي الخدمة متاعها على أكمل وجه؟ ليش متحجين بالحرب، حرب حرب، لكن لما يكلموه في مشاورات سياسية لا 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 يدير حجة حرب ولا شيء، يطب يجي غادي. فأرجو أن هذا الجانب لا يغفل، راهي طولت الناس في المعاناة، في الكنائس، في الشوارع المتكسرات، متبهدلات. البلدية تحرك يا راجل، راهي أمانة، أمانة في رقبتك، وكان كل بلدية تضغط والله تسقم ليبيا وتقعد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن يصلح الله حالنا إن شاء الله. أرجو أن هذه الرسالتين يكونن واضحات وأدن المعنى متاعهن، وتوا خلونا نبدأ
في الحلقة امتعنا وعطوني الفيديو الأول. السيد رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسة الأمن القومي في كلمة الختام، الحل السياسي لا يجب تغليبه بالنسبة للبعض بعيدا عن أي حلول عقيمة ميدانية عسكرية. أخي حكيم، نحن تحدثنا بكل تجرد وشفافية ويعلم الله سبحانه وتعالى بنا. نحن قلنا أن الحسم العسكري في ليبيا يجب أن يسبق أي حسم. نقصد بالحسم العسكري ليس حكم عسكري، نقصد بالحسم العسكري هو حل الميليشيات ونزع السلاح، بعدها فليحكم ليبيا من يشاء ومن يكون. تونس لم تستطع انتخاب قيس سعيد إلا بعد أن تحررت من السلاح والميليشيات. الجزائر مقبلة على مرحلة انتخابات، مصر الكنانة انتخبت في 2014 و2018، السودان مقبل على عملية انتخابات. لن ترضى أي دولة في العالم أن تقوم بعملية استحقاق دستوري في وجود السلاح والميليشيات. فقط ملاحظة أنه لم تكن هناك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعلم الله بينا، قال هو يعلم الله بينا، يعلم الله بكم، صحيح والله. قال الحسم العسكري لا نقصد به الحسم العسكري، لكن نقصد به نزع السلاح من عند الميليشيات. ولا يمكن أن تقوم دولة ولا دستور والميليشيات على قوله هو تقعد موجودة. فعلا والله لا يمكن تقوم دولة ودستور ده بين ميليشيات كما المغتصبة للسلطة المنقلبة على الشرعية موجودة في الشرق. هذه قضية مفروغ منها، منتهي. أصلاً أنتوا جيتوا، أنتوا تكونتوا أنتوا كميليشيات وكعسكر، تكونتوا لضرب الدولة المدنية أصلاً. وبدليل ما نفتروش عليكم، نحن أول شيء درتوه بعد تحريركم اللي قلتوه تحررنا، أول شيء درتوه أزلتوا عمداء البلدية المنتخبين من قبل الشعب وحطيتوا عسكر. يبقى أنتوا في ادعائكم إنكم أنتوا تو أنت يا كذاب أنت في ادعائك إن لا يمكن أن تقوم دولة ودستور ما دام الميليشيات موجودة، أنت تكذب من جهتين، تكذب من جهتين. المكان اللي فيه الميليشيات تحكي عليه قائمة فيه انتخابات وماشية والناس تسعى لإقامة الدولة والمؤسسات والأمور مستفة. المكان اللي كان فيه انتخابات لما جيت حضرتك أنت أزلت المنتخبين وحطيت حكم العسكر. قال تونس ما سقمش حالها إلا لما انزعت السلاح والميليشيات، وطبعا عطاها له حامية باردة المذيعة لطول، قال لا تونس لا كان فيها ميليشيات ولا كان فيها سلاح، ريح روحك. ما كانش عندهم خازوق اسمه خليفة حفتر، هم بس هذا الفرق بينه وبينهم. كانت ناس مصلية على نبيها، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ويبوا بلادهم وماشية الأمور والحمد لله رب العالمين، وصلوا لهذه الحالة وقدروا يكفوا دمائهم. الجزائر مشهور الموضوع بكر، الجزائر الناس طالعين على العسكر، طالعين على العسكر اللي انتوا منهم. الناس طالعة على العسكر، قالوا ما عادش نبوا عسكر، ما عادش نبوا حكم بالوراثة، ما عادش نبوا حكم جبري، ما عادش نبوا حكم استبداد وطغيان. مصر الكنانة يا حبيبي، حلوة مصر الكنانة هذه، جميلة منك بحكم انك موجود غادي فلازم تقول مصر الكنانة. مصر الكنانة انقلبوا على الشرعية اللي شهد بها العالم كله، انتخابات نزيهة، انقلب العسكر. العسكر اللي في حقيقة الأمر لا يبي دولة ولا يبي مدنية. والسودان طلعوا الناس يبوا الحرية، ما فيهاش الحكايه، جايين ميليشيات. عسكر حتى هو حاكم اطلعوا عليه الناس المدنيين وازلوه، وما زالت فيها الحكايه فيها حوسه. اذا الكلام اللي تقول فيه يا سيد كلام مردود عليك، انت تكذب بصريح العباره، انت تؤله خليفه حفتر بطريقه غير مباشره، وهذا مرفوض شرعا وعقلا ونقلا. تفضل اعطونا الفيديو. ها هذه الميليشيات ان دخلت لكم في 2011 و2012 فهي قد تدخل لكم في 2019 2020. هذه ميليشيات مدججه بالسلاح
لا أمان فيها ولا ثقة فيها. وصدقوني ميليشيات مدينة مصراتة لن تترك أي مدينة ليبية في حالها. الآن نحن في مواجهة معها. الجيش الليبي الآن أصبحت لدينا مؤسسة منظمة قادمة من الرجمة، ولديها غرف عمليات في المنطقة الغربية، وبالتالي كل المدن الليبية عليها أن تتلاحم مع هذا الجيش الوطني لأن هذا الحل. أما هذه الميليشيات فهي ميليشيات مجرمة واندخلت لكم في سنوات الماضية، قد تدخل في سنوات مقبلة. هذه الميليشيات لا تعرف الرحمة ولا تعرف الشفقة أبدا، وهي يعني تعتبر في كل المدن وكل شباب ليبيا هدفا لها إذا لا قدر الله الجيش عن بعض التراجعات هنا وهناك فلن ترحم أحد. إذن الحل الوحيد والخلاصة هو دعم الجيش الليبي الذي يواجه هذه الميليشيات المجرمة. الحل الوحيد هو دعم خليفة حفتر. الحل الوحيد هو جيبة خليفة حفتر وحطها على رؤوسكم ويعفس عليكم في الليل وفي النهار. يعني أنتم تتذللوا تتقربوا والعياذ بالله تتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بمن يذلكم. يذلكم. عمري ما رأيت أنا مدني يطالب بعسكري. من ليبيا يأتي جديد قالت أيام المجرم وتيالي ما زالت الحكاية مستمرة. مدني يطالب بعسكري. الميليشيات اللي تحكي عليها هي اللي دخلت على الناس الرسميين، دخلت عليهم في بيوتهم، ومنهم فرج قعيب اللي كان وزير وكيل وزارة الداخلية، دخلوا عليه في بيته. الميليشيات اللي تحكي عليها أنت اللي ما يبوش دولة في حقيقة الأمر، اللي ما يبوش دولة، هذه هم الميليشيات. الميليشيات اللي ما ترحمش هم أنتو. الفيديوهات بتاعتكم قعدات فاضحة، لكن جيشنا الحقيقي الوطني الليبي تشوفيه في فيديوهاته يمسكوا في الأسرة ويقولوا لهم أنتو قاعدين بين هلكم. منين اتهموهم؟ هلهم اتهموهم هلهم أنهم هم دراويش، لكن لا، نرسلوا في رسالة، نحن نعطوا في معنى حقيقي لمعنى الجيش الوطني الليبي، مش الميليشيات اللي أشكال ألوان وشعر ومنظر وانحراف وسلوكه. للأسف يقعد رجل مدني ومتربع في تونس. باه أنت يا أخي الكريم ما دام أنت مقتنع بيهم أنهم هم جيش وطني، ليش ما تمشي تقعد معاهم غادي؟ اقعد معاهم في الشرق وتمتع يا راجل، تمتع بالحرية وتمتع بالدولة والمؤسسات ودير مداخل. والله العظيم لو تمشي انت المداخلة هذه ما تحلم بها أصلا، والله المداخلة هذه ما تحلم بها. لذلك انت قاعد في تونس تو وتطلع وتداغ وتتكلم. فمرات نحن ما نلوموش خلوفة حفتر، نحن نلوموا اللوطة كيف جماعة فرعون في حاجة واثنين كان ناسيها بيعاقب بها سيدنا موسى، فقالوا له للوطة لا ديروا 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 وقت العيال بنسائهم وكذا. كذلك حتى انتو، انا عمري مريت مدني يطالب بحكم العسكر. يصلح الله حالنا ان شاء الله. ها شباب، طيب خلونا نطلع فاصل ونرجع ان شاء الله. ايه الان من قلب الحدث في مدينة غريان، استعراض الكتيبة 111 التابعة للواء 106 مجحفل. الوضع الآن لو دخلوا لو قدر الله سبحانه وتعالى حتى دخلوا في مناطق بسيطة يختلف عن دخولهم الأول. دخول عمادي طيب يا غالي إن شاء الله يا أخوتي يحلق سرير بداك وتانا أعمل معروف فيه. يعني الدخول الأول بواسطة إشعار الدعاب وأبناء غريان الكتيبة ذكر له. الآن حدثت عمليات خاصة الإعلام ذكر للأخ الكريم. اليهود بطائفهم الثلاث، بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. الإعلام ضخ أن قتلوا الأسرى في غريان ومش عارف من غرفة الطوارئ وقتلوهم ومش عارف بصوت. أصبحت النفوس الآن اللي جاءت حاقدة أصلاً الآن الحقد مضاعف. جايينك جايينك يا عزيمتنا، جايينكم يا خوالي، جايينكم يا بوسليم، يا سوق الجمعة، يا الأنفة، يا الساعة الخضراء، زعم في المسيد المشير زعم.
الدعم. لو لا قدر الله استولوا حتى على منطقة بسيطة يعني سيمسحوها سيقتلوا وينتقموا عمليات لن يستوعبها البشر كما لن يستوعب عمية الأطماش الأسرة هذول مساكم الكاني والسماء ريته هذو ما خليوه هذو مساكم العدير الله مساك التمنى مساك الحمى ريتو هذا ريتو شكل داعشي هذا شكل داعشي مع من السلام مع من الهدن حاضر سلام على عينه وراسنا يا سراج تنازلات مؤمنة لكن مع من التنازلات المؤمنة مع بشر مش مع هؤلاء فيديو حيحكي لنا شوية على الجيش أو يعطينا صفات اللي كان يحكي عليهم توا الجيش توا ناخذوه مع بعضنا كذا وهؤلاء اللي خلت سيادة المشير والقادة العسكريين والشعب العربي الليبي على فكرة دائما نقول لكم إن هذه الحرب فرضها الشعب العربي الليبي وطلعوا الشعب وقالوا نحن ملينا وجوا لسيادة المشير وطلعوا من حوشة مش هذا اللي حصل هذه راهوا نسموا فيها حتى في الدين تسمى بيعة وهذا اللي حصل نحن اللي قلنا له تعال انقذنا وهذا الله عز وجل طبعا قبل كل شيء راه أصدق كلمة قلتها يا مطلل صراحة بيعة يعلم الله إنها بيعة يعلم الله إن بيع كم بيعة ما هي عادية كونها بيعة بيعة وبيعة شرعية جنا ظالم هذا والظالم من سنن الله سبحانه وتعالى ومن سنن الحياة والتجارب والخبرة تقول إن الظالم يرجع على أهله اللي ساندوه وأيدوه ويعلم الله إن باعكم بيعة سودة بيعة على كيف كيفك صدقت فيها هذه أريت الهم اللي تو نحكو فيه نحن أريت هذكي اليهود والنصارى يحاكموا فيهم حكامهم يحاكموا فيهم شعوبهم وهذا يقول لا نحن اللي جيناك ونحن اللي طلعناك وبعد الله سبحانه وتعالى لا العقيدة واضحة الأمور مستفة ما شاء الله بعد الله سبحانه وتعالى نحن اللي قلنا له تعال وتعال دونك وانقذنا وقطعنا وقطع رقابينا وعندنا عويلة زايدين علينا وعندنا وطن زايد علينا وعندنا وطن ما نبوش صلاحة تعال بصراحة دير الواجب اللي انت تديره واعتبرها بيعارة نحن مبيعينك مبيعينك على خراب الوطن وعلى قتلة العويلة وعلى تدير الأرزاق وعلى تشريد الليبيين وعلى تهجير الليبيين وعلى بناء السجون بناء السجون مبيعينك بيع بعدك معش فيها راهي بيع في رقبتك يا خليفة حفتر الدبالك الناس راه أمنوك وقالوا لك دونك والله ما تعقب جهاد فينا وانت الحقيقة ما لكش مقصر يعلم الله ما لك مقصر حد انت آلاف مؤلفة ذبحت أنا بنقول حاجة بس تو اخترت علي العسكر أو الانقلابيين أو اللي ما يبوش دولة مدنية هذي ما إضافة إنهم هم يبوا الكرسي لكن أنا مش نقول يبوا الكرسي بس يبوا الحكم لا لا عندهم حقد دفين على بلدانهم عندهم حقد على شعوبهم ما يحبوا شعوبهم ولا يحبوا بلدانهم هذه الصفة ركزوا بس يعني لما يقعد خليفة حفتر في إذاعة ويقول أنا مع مصلحة مصر ولو كان ضد ليبيا هل هذا يدل على أنه هو يحب ليبيا؟ لا والله لما تقعد بنغازي أكوام أكوام مهدمة ومخربة وعويلته ومن يدور في الفلك بتاعه يعبوا في البواخر خردة ويدزوا فيهن لتركيا هل هذا تدل على أن هؤلاء الناس عندهم انتماء ولا علاقة بهذا الوطن أو يحبوا هذا الشعب؟ مستحيل الدل دلالة واحدة إنهم هم ما يحبوش هذا الوطن وفي نفس الوقت انتقام نفسك منتقمة الأمر الآخر باهي مش انتوا حررتوا قلتوا والكم سنين محرين بنيتوا فيها طوبة وحدة طوبة وحدة كدولة كحكومة بنيتوا فيها طوبة وحدة المنطقة الشرقية رممتوا فيها حوش واحد رممت عائلة حوش لعائلة رجعت الجامعة شن صار فيها
معنى ذلك القضية ماهيش قضية حكم، يقول لك والله فلان هذا يدير أي شيء في سبيل أنه يوصل للحكم. لا لا، القضية مش كده، القضية في مرض دفين، في حقد، في حقد وكره للأوطان، وخاصة الأوطان اللي ثارت في وجه الظلم والطغيان والاستبداد. عدتوا شوفوا سوريا يدق فيها في الليل وفي النهار بالطيران وبالصواريخ وقتل وتعذيب وتشريد، بينما في الجانب المقابل لما أتيحت له وتريح زي ما تقول شوية وابتعدت المعارضة وكذا والشباب تباعدوا عليه شوية، هل التفت الشعبة؟ هل التفت مدينته؟ لا لا لا، ما فيش الكلام هذا. السيسي في مصر لما انقلبت الدنيا وقعد غلاء الأسعار والضي انقطاع وكذا وكذا، قالوا كله في سبيل انه يحول مرسي. حول مرسي، هل سقمت الحياة عندهم؟ لا لا لا، بالعكس زادت زيادة. هل جت عفوية؟ لا 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 لا. لما يقعد يصدر في الغاز لإسرائيل، هل هو يحب بلاده؟ لما ينزل سعر الغاز ويدزه لليهود، هل هو يحب بلاده ولا يحب شعبه؟ هل لما يدير البنزين بسبعة جنيه وبعشرة جنيه اللتر، هل معنى ذلك انه يحب وطنه ولا يحب شعبه؟ اذا في قضية اخرى، اضافة انهم هم العسكر او المنقلبين على الشرعية يبوا حكم الكرسي ويبوا يسيده ويبوا كذا، لكن لا، في حقيقة الأمر يبوا ينتقموا انتقام ويبوا يذلوا ويبوا يعبروا على مدى كرههم لهذه الشعوب ولهذه الدول. هذه حقيقة حبيت أني نوصلها. كم تفضلوا يا شباب. هم طبعا أخوان، الأخرى جوهر، وهذا مصور الأخوان. كيفك يا راضي؟ بالضبط. ها ها ها، والله كيف عليوة، كيف عادل الشوبكي؟ ها لا يا راجل، لا لا، مع فرق العدسات. جوهر علي الجازمي هذا مصور الأخوان الأثير، يعني قاعد يا ريت يعني تبطل لروحتك يا جوهر، وانا طلعنا صورتك وتشقى بخوك والكمبيوترات والأجهزة، وقايل لك يا وليد ما لك بتاع كمبيوترات وسمع وتقني، وما لك ومال هذوم يودروك يودروا درنا الآخر. أريت البيعة اللي يحكي عليها؟ أو بايعوا خليفة حفتر لما يبصوا له على واحد ولا يحكوا له على واحد يصرفوا ويشيلوا شرع الزيت ولا قطعوا رقبته ولا كذا، هذه هي البيعة؟ هذه هي البيعة، البصاصة هذه؟ شرط من شروط البيعة البصاصة. راجل قاعد في حالة مسكين، أو قال أفطن روحك، ورانا حطينا حتى صورتك، أفطن الكلام، حطينا صورتك راجل جبناها في التلفزيون، معناها رانا عارفينك وعارفينك فيش تدير وعارفينك كذا، فأشقى بروحك وخليك في حالك وكذا. هذا كلام مبطن، رسائل مبطنة لهذا الرجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه. اللي نبو نوصلوا لها الحقيقة، اللي نبو نوصلوا لها أن هؤلاء الناس، وأنا هذه أصبحت يقين عندي، أن هؤلاء الناس بجميع طوائفهم وبجميع شرائحهم ما عندهمش انتماء لهذا الوطن، ما عندهمش انتماء لهذا الشعب، ما عندهمش أي علاقة مع الشعب. المهم إن يدمروا ويخربوا وينهبوا خيرات الوطن وأرزاق الوطن كلها. مش سرقوا مصارف هم؟ سرقوا مصارف وصدروا خردة وباعوا النفط في الخفاء، يعني تسلط، تسلط على الوطن بشكل رهيب، دمار فعلا، يعني ما عندهمش أي علاقة بهذا الوطن وبهذا التراب والانتماء لهم. وكلهم راح، كلهم، كل من حارب الثورات العربية، راجعوا قصصهم شن داروا في وطنهم، تو تشعر ان القضية ما هيش قضية ملك ولا قضية سلطة، لا 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 لا، قضية مرض آخر، هو كرههم لهذه الدول وكرههم للشعوب، واضحة هذه. تو عندنا قصة، الحكاية من قلبها على بعضها ولا هني تاكة بينهم، خلونا نشوفوهم في فيديو الكنيات، هذا يحكي عن الكنيات. هاي عطوا لي قصدي هما كمشى بزقليل تلقاه في طرابلس، يودي والله كان جاش حقاني، ولا لما نفتح له الباب ولا ما نقع من الحوشي. تحب بيت وكنيات يا حاج بالعقل يا راجل عادل دعاب. الكنيات علي طلق، ما عندهم عدة دق، بس ما عندهم طلق، ما مسلكين معني الطلق، ما عندهم دق الكنيات، وخذها مني تقدر نقولها بالتفسير، نقولها وهذا ما مسلكين من عقاب الكنيات.
تراه 405 شخص راه مسكرين كتيبات عائله راه مهجرين قبيله راه عائلات انا نعرف عائلات عائله المزغ اللي دائما هو قتلوه قدامها قصدي اصغر واحد قتلوه عمره 6 شهور باهي بيجي باهي يمكن انت تو انت اللي تجي فيني انت ما يبدو أن مشاكل عائلية بينهم ذيما توردين على بعضهم هما ووصفين بعضهم الأوصاف الطبيعية الحقيقية وأنهم هم عصابات وأنهم مجرمين وأنهم قتلة تمام واضحة يعني عندهم ذيما وهذا متخصصين طبعا في هذا الإجرام وفي هذا القتل اللي يزيد يوضح أن هذا الكلام في فيديو اخر تو خلينا نشوفوهم مع بعضنا يحكي عليهم تحديدا بالضبط شنو دايرين هما. بلاش كلام ويكذب على الحكومه الليبيه المؤقته ويخلبط في الدنيا كلها على بعضها والايام اللي فاتن هذا طبعا يشكر في هاشم بشر وتو قاعد على الحكومه الليبيه المؤقته وعلى بنغازي وكذا ومن اربع خمس ايام سالوه قالوا له في واحد شعاتت منه 10,000 يورو ورخاك من الامر الاخر راهو تو بدا محيسن محيسن يكذب راه يكذب رسمي بلاش كلام ويكذب على الحكومه الليبيه المؤقته ويخلبط في الدنيا كلها على بعضها والايام اللي فاتن هذا طبعا يشكر في هاشم بشر وتو قاعد على الحكومه الليبيه المؤقته وعلى بنغازي وكذا ومن اربع خمس ايام سالوه قالوا له في واحد شعاتت منه 10,000 يورو ورخاك من شفتوا الحوسة محيسن هذا اللي يحكي عليه طبعا إن شاء الله ربي ياخذه كذاب كبير بالكلم مخلط الدنيا في بعضها ومحوسها وشوف انت اذا كان مطلل وصف انه هو كذاب شوف مطلل وصف محيسن هذا انه هو كذاب ومحيسن هذا داير فيديو كامل على الكنيات وشنو الجرائم اللي دايرينن وشنو القتل اللي دايريننا وحدد الافعال بتاعتهم شنو اللي دايرين شنو هم في بعضهم اكيد يجيبوا الخبر المضبوط. واليوم في اخبار ان الكنيات حتى هو مروح وقاعد في ترهونه، المهم خلطه بينهم خلطه سوداء. وهذا مصير الظلمه ومصير القتله والمجرمين. لابد ينتقموا من بعضهم ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل كيدهم في نحرهم. لكن شفتوا بالله عندهم الإعلاميين كيف؟ تتذكروا زمان نحن نحكي حكينا لكم على الذراع الإعلامي عند حفتر. الأذرع اللي انبنت عليهن عملية الكرامة، عملية الكرامة هذه لها زي العرصات وقفت عليهن عملية الكرامة وخلوها تطلع فوق. من هنا الذراع الديني والذراع القبلي والذراع العسكري والذراع السياسي والذراع الإعلامي. هذا مهم الإعلام محيسن ما محيسن ومطلل شوف كيف يوجهوا شوف كيف يخلطوا في الأمور على بعضهم وللأسف الناس البسطاء يتفرجوا عليهم ويسمعوا لكن الله سبحانه وتعالى يكشف فيهم واحد في جرب الآخر والواقع والتجربة تقول أن الناس هذا ما ظللوا الناس وشاركوا في ذهاب الشيرة وشاركوا في الأثام وفي الدماء اللي سالت بشكل رهيب. اثنين ما عادش اصبح عندهم مصداقيه. فاللي مطلوب من هدنا عارفين نحن عارفين ان طعوم زرطوه زرطه شينا ونضحك عليكم فيه وكان الثمن عندكم كبير وهو عيالكم وحوشينكم وارزاقكم وحالتكم اصلا النفسيه من اللي عنده حاله نفسيه متريحه تو خاصه في المنطقه الشرقيه الحاله الامنيه شارع الزيت طلع عندكم أمور واجدة أثبتت لكم إنكم أنتم زرطتوا تزريطاش اللي نبي نقولوها نحن رغم الثمن اللي دفعتوه ورغم كذا لكن مفروض زي ما يقولوا نص الطريق ولك مالها خلاص ثلاثة أرباع الطريق ولك مالها يموت ألف خير ما يموتوا ألفين يموتوا ألفين خير ما يموتوا أربعة يموتوا أربعة خير ما يموتوا ثمانية يحسبوها بهذا الشكل واطلعوا من هذه القصة ارفعوا الغطاء ما قلنا لكم ايش ديروا ثورة في الشوارع اللي عارفينها قاعدين بالحديد والنار قلنا كم اقعدوا في حواشينكم ما تدزوش عيالكم اقعدوا في حواشينكم ما تدزوش عيالكم خاصة انه هو تو باقي
معش يعبى عليكم بالحيل يعني تو يجيب في مرتزقه سوادين وتشاديه وخلطه ومصريه ما حتى عابي عليكم بالحيل او كملكم بالاصح. فارجو منكم تفهموا الوضع كويس وتفتكوا من هالكذابين المضللين. تفضلوا يا شباب. سكان مشروع وادي قطار بجانب بنينه بالضبط. عسكري نظامي ورتبه عالية رقم العسكري 656-817 وعسكري مقاتل في الدواعش قبل حتى الكرامه وقبل حتى اي شيء. قتلت 2 بالغزه. ثاني شيء توا قال استثمار عسكري شورى جرحى تمام. استثمار عسكري قاعد توا واخذ ارض في مشروع الصفصفه وقاعدين يبنوا في عمارات ويبنوا في حيشان ويبنوا في يبني في ملاهي قادم مش عارف ايش يديروا. نحن حتى نحن جرحى عندنا حق في الاستثمار العسكري. انا نبي حاجه واحده ما نبيش لا فلوس لا نبي شيء. انا انضربت في شطه لقيت في محور الصافي يوم 28/11/2014 مع فرحات البراسي جايه من الصاعقه 309 عسكري نظامي ب 309 تمام. لكن اول ما طلعت الكرامه قتلت معاهم وطلعت عن دار الوطن طلعت للوطن. انا طلعت لدار الوطن لخاطر الرفاق اللي فقدتهم بس ماهيش طالع لخاطر حد. حتى يقولوا لي علاش طلعت انا ما تقولش لي علاش طلعت. انا طلعت لدار الوطن انت ما تقوليش علاش طلعت. انت من اصلا تقول لي علاش طلعت؟ هذه اول شيء. ثاني شيء انا بعد ما طلعت مع الشعب طلعت عليه بنغازي صار بنغازي بعثني شعب ما لقيتش شعب تو طلعت عليه طاحت عليه فقلنا رجاله عليه ما لقيتش. يوم حفلات في تلبستي يوم جايبين لي طباخ في مصر يوم مش عارف شو جايبين لي. ما فيش شعب يبي ملاهي يبي ضحك ولازم بس ما فيش رجال اللي يصبر صبوا ماء. هذه ثاني شيء. ثالث شيء انا نبي علاجي بضماني. طلعتوني لكم دوله قالوا لكم علاجي بضماني ما فيش طلعوه. طلعتوني شركه السفير غادي دكتور قالوا لي ما باش يوقفوا لك على العمليه نتاعك تمام. عندي مريض عندي حتى تسجيل صوت وعندي مقاطع وعندي كل شيء. هذا أحد أفراد الجيش كيف ما يحكي رمزي رميحي ولا شو اسمه والآخر حتى هو يحكي على الجيش والبيعة اللي باعها لهم. هذا واحد من اللي مبيوعين طبعا. هذا واحد من اللي دايرين البيعة حتى هو مسكين راجل حرباوي يا راجل يقعد يتغوث فيكم هيك بالشكل هذا. يعلم الله يا أهلنا أن مقلب كليتوه مو عادي ودفعتوا ثمن. هذا واحد من عيال كبه طوحوه قال له حد شاقي بينا ولا يندر علينا شيء. حفلات في تبستي شيء طباخ مصري جايبيننا يعطوه 200,000 دولار ولا اللي هو العلاج اصلا داروه تبع الاستثمار العسكري باش كان دايرين باش يديروا هم يحطوا مليون زي ما تقول دولار يقولوا هذا راه ميزانيه الجرحى 900,000 يصمطون هم وال 100,000 دولار هذين يوزعون على الشباب ويقعدوا يصايحوا الشباب ويتعايطوا في المستشفيات. وهو هذا الوليد صغير مسكين تو هذا عريف في الجيش خش في هالمحرقه وفي هالكذب وفي هالضلال وضيعتوه وضيعتوا مستقبله وانتهى. هذا انتهى في يرحم ربي سبحانه وتعالى الا انتهى رسمي. هذا هو الجيش اللي بدر يحكي عليه اللي يقول لابد من الحسم العسكري. والحسم العسكري في مفهومنا هو نزع السلاح. اعطيني عقلك تواد. هو نزع السلاح من عند الميليشيات والقضاء على ميليشيات. هذا يقصد به هو الحسم العسكري. يعني الكوميرشا اللي جايه من الشرق لعند هنا وتحقوا في الفيديوهات بتاعتهم والاشكال بتاعتهم والموت اللي يصير فيهم والبتر والتقطيع والتشريد والمسك اللي باليد هذا ما مش ميليشيات. واللي قاعدين منظمين ويحافظوا على عاصمتهم وعندهم عسكرية وعندهم ضباط هذه ما ميليشيات. واللي معترف لهم العالم الشرعية موجودة هنا سواء كان المجرمين المنافقين هذا كم هيك ولا هيك مش قضيتنا. لكن الظاهر والرسمي ان الشرعية موجودة عند الميليشيات اللي تحكي عليهم الميليشيات. والميليشيات اللي تحكي عليهم ما وقفوش انتخاب ولا سرقوا ولا هدموا بيت. الميليشيات اللي تحكي عليهم ولا حرقوا حواشين ولا داروا شرع الزيت هنا هذه من الميليشيات ما داروا شكرة.
لكن الجيش بتاعك الجيش الرسمي متعين البيعة هذه ما داروا الشارع اسمه شارع الزيت. 36 بني آدم ما بين شيخ ما بين مهندس ما بين طبيب رموهم في السطح. والله الخبر اللي درتوه انتو والله لا يمشي مع ميليشيات ولا يمشي مع حاجة، يعني كلمة ما زالت مش موجودة في قاموس الكلمات العربية، الوصف اللي مفروض يوصفوا به ما أظن أنه هو طلع في قاموس الكلمات العربية. فلذلك اتقوا الله وخافوا ربي، راكم ضللتوا الناس ودرتوا البلاد وضيعتوا البلاد، وقاعدة البلاد قريب 7 سنوات وهي في معاناة ودماء سائلة وبيوت مهدمة ووطن خارب ووطن مستباح من جميع الجهات، ووطن السيادة بتاعته يعلم بها الله سبحانه وتعالى وإن طابة، وحطيتوا إيديكم في أعداء الوطن واللي يبوا خراب الوطن، وكله في سبيل تشفوا غليلكم والأحقاد اللي عندكم والأمراض. وكلمت يا وليدي إن شاء الله ربي يهدينا ويهديك وتفتك من هالضلال وتعاود الهلك ويصلح الله حالنا وحالك إن شاء الله. تفضلوا يا شباب. الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. رحب السيد العميد سالم المجدوي منصف غرفة عمليات المنطقة الغربية والجبل والساحل الغربي. نشكر السادة مدراء الأمن والمساعدين وكل الضباط اللي لبوا نداء الواجب وهذه الدعوة وهذا الاجتماع المبارك. عندنا بعض النقاط يعني مربوشته واحنا في مرحلة استثنائية صعبة جدا ومرحلة خطيرة في الوطن التاريخية، حيكون التاريخ بعد وقت إن شاء الله بإذن الله. فراه كل الانتقادات في بعضنا وكل هذا عطيه وهذا ما عطاش، رغم الله الظروف اللي متحملينها احنا يعني مع المراسم 2014 مش نقولش داير مش مقدم، هذا ما هوش بجميل، هذا بالوطن ونعطوه ارواح لانها تعطي ارواح مش اللي تعطي في امكانيات تعطي، ولكن ضروري بنتحملوا بعضنا يا جماعه وبنسايروا بعضنا. راهو قاب قوسين او ادنى، خلاص العاصمه قريب الجيش يسيطر ويحط ايده على العاصمه ان شاء الله باذن الله وتفرج على الليبيين. ريتوا هالمراحل 8 سنوات و9 سنوات العجاف حيبدا الفرج تدريجيا باذن الله باذن الله. مفيش دوله لا يمكن ان تقوم دوله بدون جيش، مستحيل لا يمكن بدون جيش وشرطه، اهم من التعليم واهم من الصحه واهم من البنيه التحتيه واهم الجيش بالدرجه الاولى. احنا كرجال شرطه الخطوه الخلفيه وربوة المسلحه. لا حول ولا قوه الا بالله، مانيش عارف هذا ما وين وزاره الداخليه بتاعنا وين، هذا وين قاعدين وفيش يحكوا وفيش يقولوا، والله من يعرف الواحد منين يبدا معاهم هذيما. خلينا نبدا باخر كلمه قال، اهم من التعليم اهم من الصحه، يعني الصحه عليك اللي جايين هذيما متعين الخمره ومتعين الحشيش اللي قاعدين يدقوا في العاصمه بالهاوزر وبالطيارات هذيما اهم من التعليم؟ لا فعلا بالنسبه لك انت اهم، جدا لا يمكن يقولها واحد متعلم الكلام اللي تقول فيه هذا، لا يمكن واحد يؤكد بهذا الشكل يكون متعلم، مستحيل هذه. باتمناك انا ان الاجتماع هذا اذا كان هو موجود هنا اتمناك انك تديره غادي في المنطقه الشرقيه كويس، واتمناك تديره في بوهديمة يا ابو صاحب، وتقول الشرطة أهم حاجة هي الشرطة، قولها في بوهديمة غادي باش تو تعرف معنى الشرطة شنو هي. والله كان ودي اني نحكي أكثر لكن الله غالب، انتهى وقت الحلقة. نلتقي بكم إن شاء الله في لقاء قريب في حلقة جديدة في عنوان جديد من برنامجكم إشراقة وطن، يصلح الله حالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.